السلام عليكم متابعين قناة زكوت فازر، والنهارده هنبدأ السلسلة بتاعتنا بتاعت ويدجت اوف ذا داي، وحبيت أبدأ بالويدجت المثير للجدل دائما في القناة بتاعتنا، وهو ويدجت الهيرو. استخدمته كتير في مشاريع كتيرة شرحناها خلال كورس تعلم تطبيقات الفلاتر، بس ناس كتيرة بتبعت لي مش فاهمينه ومش فاهمين فكرته ايه، برغم ان هو ويدجت بسيط جدا وبيعمل حاجة بسيطة جدا 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 جدا. فتعالوا نتكلم عن الويدجت هيرو النهاردة بمنتهى البساطة كده. الهيرو انيميشن هو ويدجت بيدعم الانيميشن للصور بتاعتك، يعني بيخلي لك الصورة. مثلا انت عندك صور، لو فرضنا ان هو ليست وبروفايل، فانت بتدوس على الصورة اللي في الليستة زي الصورة اللي انت شايفها دلوقتي قدامك، فبتروح على صورة البروفايل بتكبر معاك، فيعني الصورة موجودة في صفحة وهتتنقل لصفحة تانية. هي في الصفحة الاولى هي موجودة في الليست صورة صغيرة، وفي الصفحة التانية هي صورة كبيرة بتعرض من صفحة لصفحة. فالحل يعني فكرة بسيطة جدا، انك تخلي الصورة دي تتنقل من الصفحة دي للصفحة دي بشكل جرافيكال، يعني بشكل جميل، زي بالظبط التطبيق دوت كنا عملناه قبل كده. شايفين انا عندي دي صورة، ودي في صورة الليستة، ودي صورة دي، ولو دخلت جوه دوست عليها هتنقل للديتيل. شايفين الحركة ديت؟ تحسهم نفس الصورة. اللي بيعمل كده هو الهيرو، هو اللي بياخد الصورة من هنا يوصلها هنا. ساعات الصورة بتبقى موجودة في ليست بره وبتنقلها جوه تكبرها، وساعات تبقى الصورة كبيرة جوه كبيرة بره وبتنقلها جوه تصغرها. اللي بيفهم الحل دوت يعني هو بيعمل بالظبط زي ما انتم شايفين في الصوره كده، ان هو بيحسب المساحه بتاعت الصفحه الاولانيه، الصوره في الصفحه الاولانيه، وبعد كده بيحسب المساحه بتاعت الصوره في الصفحه الثانيه، ويعمل لك حركه من الصفحه ديت للصفحه ديت ويكبرها او يصغرها بشكل ايه، جرافيكال جمالي، شكل لذيذ زي ما انتم ايه شايفين. الموضوع كله بيتوقف على شيء اسمه التاج، عشان يفهم ان الصورتين واحد. ماشي. التاج دوت انت مفروض انك تدخله واحد، سواء في الصفحة، يعني مثلا انا عندي هنا دي الكاركتر ليست سكرين، انا طبعا عامل هنا كاركتر ويدجت اهوت، اللي هو دوت كاركتر ويدجت دوت دارت. ماشي. حاطط فيه هنا التاج بتاعي، كاتب باك جراوند والكاركتر دوت نيم من الموديل اللي اسمه كاركتر. نيجي هنا، هو هنا طبعا هيضغط عليه على الكاركتر دوت، تك هيتنقل على صفحة الكاركتر ديتيل ليست. اهو الهيرو اهوت برضو بيقرا نفس الصورة، واخد نفس ايه النيم، بس ده الهيرو دوت مش لل ده للباك جراوند. شوف انا عامل شايل ديكوريتد بوكس، لا انا عايز الهيرو التاني بتاع الصورة ده، سوري انا اسف، ده الهيرو دوت بينقل. شايفين؟ لان مش الصورة بس اللي بتتنقل، لا ده هو كمان الباك جراوند. الباك جراوند بتتاخد من هنا تكبر هنا. لو رجعنا لصفحه الكاركتر ويدجت هتلاقي ده ده الباك جراوند كاركتر نيم. في واحد تاني للصوره اهوت، هيرو برضو للصوره عشان ينقلها من صفحه لصفحه. وادي هنا ده التاج بتاعه، وادي هنا التشايلد بقى المره دي مش باك جراوند زي هنا اهوت، مش بوكس ديكوريشن، لا هنا التشايلد ايمج اسيت. ماشي. هو دي شغلته اساسا، هو يغير الايمج اسيت. بعدين لما يروح للتشايلد ديتيل شوف عمل ايه، خد الباك جراوند برضو بالتاج بتاعه. ماشي. وبرضو الصورة اللي هي يعني موجودة هنا اهوت كده، اهو الهيرو عشان ينقل الايه الصورة بتاعت الايمج كمان بنفس الحركة. فهنا لو رجعنا تاني للتطبيق بتاعنا، مش بينقل بس الصور، لا ده بينقل، شايفين، النص والخلفية. لا هتلاقي برضو في واحد هيرو للنص اهوت. شايفين؟ اي حاجة عاوز تنقلها من صفحة لصفحة بشكل انيميتد، ماشي، تقدر تنقلها باستخدام ايه، هيرو، وانت مطمن هيديك نتيجة زي اللي انت شايفها دي دلوقتي. شايفين كل الصفحة تحس انها ايه بتتنقل من صفحة لصفحة بشكل جمالي ايه لذيذ، وهي ديت القوة بتاعت ايه
هيرو. مش عاوز اطول عليكم، اعتقد كده فكره الهيرو ظهرت. ويا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، ويا ريت الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق، كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في الحلقات القادمه.